شيخ عثمان حياك الله. يا مرحبا. أنا سعيد ومبسوط يشهد رب العباد. الله يحفظك. لازم تعرف أني أنا ومتابعيني وأهلي وأقاربي وكل من هو على هذه البشرية يحبونك ويذكرونك بالخير. كل البشرية. واللي يقول هذا الكلام يجيب لي أنا. والله إني سعيد. طيب شو متابعيك 6 مليون. يكفي. مش أنا دخلت البشرية. وعندهم عوائل كل. الله يحفظكم. نورتني والله. الله يحفظك. الله يحفظك. ومبسوط والله العظيم. الله يحفظك. والساعة المباركة هذه. يحييك. أنا يوتيوبر اسمي أحمد. حياك. قناتي فيها 6 مليون أغلبهم حقين جيمينج وألعاب. عسى الله عسى الله يبارك فيهم ويبارك فيك. ويحبونك يذبحوني. الله يحفظك. قلت لهم قبل شهر بصور مع الشيخ عثمان في البثوث المباشرة في اليوتيوب في التعليقات، وين الشيخ عثمان؟ أنت وعدتنا، أنت قلت، أنت فيك اللي ما فيك، وينه؟ نبيه. فهذا هو قدامكم. الله يحفظك. وجه لهم كلمة ونبغى دعوة. أبدا أقول أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم. اللهم آمين. وإن شاء الله تعالى على ذكر ابني أحمد. الله يعطيك العافية. الله يحفظه، أن يعني أسنانكم من سنه أو أقل، فإذاك أنصحكم بتقوى الله وبر الوالدين. أكيد. احرصوا على بر الوالدين. لا تشغلكم الألعاب عن بر والديكم وعن صلاة ربكم سبحانه وتعالى. وأسأل الله لكم التوفيق في دنياكم وفي أخراكم. ونجمعني وإياكم مع أحمد. اللهم آمين. مع مصورنا زين. في جنات الدعيم. بإذن الله. الله يحفظكم. بإذن الله. اللهم آمين. أنا عندي حاجة يعني سببت لي شوي مو بواضح، أنا ماني فاهمها الصراحة. الآن إحنا مطالبين برفع الجودة من ناحية المقاطع اللي ننزلها للناس عشان نوصل لعدد أكبر من الاشتراكات والمشاهدات ونقدر نأثر على الناس بشكل. محتوانا يعلم الله أن النية فيه دائما طيبة، وأن نحاول قدر المستطاع نفيد وننصح ونكون يعني قدوة حسنة للجيل القادم، هذا نحرص عليه. أبغى أسولف لك بعي، نبغى ننسى المقطع. أنا الآن يا شيخ في حاجة مخوفتني، الناس اللي جالسة تطالعنا هذول أنا أشوفهم منهم سلاح ذو حدين، يا أنهم بيكونون معاي يوم أقابل رب العباد، يا أنهم بيكونون ضدي، فيا أني بيكونون شاهدين لي بالخير أو بيكونون شاهدين علي. فأبغى من مكانك الآن توجه رسالة، وش بتقول لأي شخص مؤثر أو صانع محتوى في المجال عند ناس الطالعة وتقتدي بالأفعال اللي هو يسويها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ابتداء، الأصل في المسلم أن يحسن الظن بأخيه، هذا هو الأصل. جميل. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا. حلو. وأنت تجد لها في الخير محملة. يسر. فأهم شيء أن نيتك طيبة وأنك تريد لهم الخير، هذا أهم شيء. قضية انتفعوا لم ينتفعوا، تضرروا لم يتضرروا، هذا موضوع آخر. المهم أن نيتك طيبة وسلكت طريقا طيبا وقلت كلاما طيبا، ففي النهاية الأصل أنه لك إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى، وليس عليك. طيب، هل في حاجة لازم أني أنتبه لها؟ هل في شيء لازم أني يعني المسؤولية هذه اللي علي أو صانع المحتوى نفسه أو المؤثر، هل في ضوابط لازم أنه يلتزم فيها ما يتعداها؟ أشياء الآن هي بتكون عليه مركزة أكثر لأن تأثيرها أكثر صار. طبعا، هو الأصل لا يكون المقصد عند الإنسان أن يكون لي كثرة من المتابعين، وإنما يكون المقصد هو أن أؤثر، وأن أؤثر بالخير، وأن أنفع الناس، وأن يستفيد الناس مني. هذا هو الأصل، النية الصالحة لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، إرضاء الناس غاية لا تدرك. صح. لن يرضى عنك الجميع. أكيد. مستحيل. أكيد. أن يرضى عنك الجميع. هناك من يرضى، هناك من لا يرضى. المهم أن ترضى أنت عن نفسك وأن ترضي الله سبحانه وتعالى، ودع البقية بعد ذلك. توكل على الله. أنا ودي يا أحمد أتكلم معاك صراحة وأستغل هذا الوقت الحالي بإني يعني أتوقع المشاكل اللي تواجهني أنا ممكن تواجه الناس الكثار اللي حولي. في أشياء أنا في طبيعتي حتى بعيدة عن السوشيال ميديا أضايقني، فأنا بسألك سؤال والله أنا ما أدري صراحة إجابته. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما في معناه أنه في نهاية الزمان القابض على الدين كالقابض على الجمر. صحيح. هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح. طيب، هل احنا الان في نهايه الزمان؟ لا لا، هو لا شك ان هذا كما اخبر به النبي. إيه؟ صلى الله عليه وسلم، وسياتي هذا الزمان. إيه؟ ان القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكنه لم ياتي بعد، والحمد لله الامه فيها خير عظيم جدا، وما زال الناس يتقبلون، والخير اكثر من الشر، لكن الشر بارز فقط، لكن الخير كثير. هل هو صحيح ان في نهايه الزمان المسلمين يختفون عن وجه الارض؟ طبعا، عندما تاتي الريح الطيبه من اليمن. إيه؟ تقبض أرواح المؤمنين. إيه؟ فيموتون موتة طيبة ناعمة، ولا يبقى في الأرض إلا كافر. لا إله إلا الله. ويلد الكافر كافرا، والكافر يلد كافرا. كافر. لا تقوم الساعة وعلى أرض من يقول الله، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع. وش هو اللكع يا شيخ؟ اللكع قال بعضهم مقصود به الكافر، وبعض اللكع هو الإنسان الفاجر. فالقصد أنه يعني سيأتي يوم، نعم، ولا يقال على الأرض الله، يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق،
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله ارتحنا شوي. طيب في بعض المواقع الآن في السوشيال ميديا وممكن إحنا نكون على اطلاع أكثر فيها، في بادرة قاعدة تصير من الناس وهي تخوف، يعني ما هي بادرة طيبة الصراحة. الآن بعض الناس المؤثرة واللي ممكن ما هي حاسبة حساب الشيء هذا أو ما هي فاهمة قديش تأثيرها ممكن يكون على الناس اللي تطالعها، تفعل الشيء وهو في أساسه وأصله غير صحيح. والأمثلة كثيرة، ممكن وهو يتكلم أو طالع بث معين في برنامج من البرامج يقول كلمة أو يسب سبة أو حتى يسوي عادة من العادات اللي مهي بصحيحة وخاطئة. مثال أني أنا مثلا في البث هذا أطلع مع عنصر ثاني أو جنس ثاني، مثلا الولد يطلع مع البنت، البنت يطلع مع الولد. الناس اللي تطالعها بشكل مستمر تستبسط الشيء وتشوفه عادي، لدرجة أنها بدأت تبرمج مخها على أنه هذا الشيء طبيعي عادي ما في مشكلة. ومع الوقت الناس صارت بعد تطلع مع بعض وتصور. فالآن عندنا أمرين في الموضوع هذا، عندنا المؤثر نفسه والمشاهد نفسه. خلينا نبدأ في المشاهد. الشخص اللي يشاهد نفس هذه الأشياء وهو يعني تمر عليه بيومه بشكل كبير، إيش ممكن يفعل؟ أني أطالع حاجة غلط، إيش الشيء اللي ممكن أبادر مني؟ هل أبلغ، أتكلم، أنتقد، أسكت، أدع الشيء؟ إيش الشيء الصحيح اللي ممكن أسويه؟ هو في شيء في جانبك وفي في الجانب الآخر. يعني في جانبك أنت تتقي الله تبارك وتعالى وتتذكر قول الله تبارك وتعالى: قل لمن يغض من أبصارهم وقل لمن يغضض من أبصارهن. فغض البصر هذا أمر مطلوب. الأمر الثاني أنك يعني تسأل الله دائما أن يحفظك سبحانه وتعالى من الوقوع في المعصية وغيرها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، أمانا من الرياء، وعسيتنا من الكذب، وفروجنا من الزنا، وعنا من الخيانة. لأن تدعو الله تبارك وتعالى يثبتك. الأمر الثالث تناصح الناس: اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا كذا هذا كذا. هذه الأمة أمة يعني أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب هذه الأمة التي أخرجها الله تبارك للناس تميزت بهذه القضية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ترك هذا الأمر ضاعت الأمة. ولذلك يجب أن يبقى في الأمة قلب نابض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا دورنا. طيب يعني الناس الأفضل في الوضع هذا إذا صار أنها تحاول تبدأ تعلق، يعني قصدك يا شيخ تقول اتركوا الشيء، ابعدوا عنه. نعم، لا بد أن تنكر، تشوف شيء غلط تقول هذا غلط، أنكره. إيه، تقول هذا غلط وتناصح الناس: هذا لا، اتقوا الله، هذا لا يجوز، افعلوا كذا، لا تفعلوا. طيب كذا تناصحهم. في ناس مثلا تستحي، يعني يكون أنا معي جروب مجموعة من الشباب، اني اطلع من بينهم اقول لا تسوون الشيء هذا، والله ما يصير، الناس تقلب علي او تقول له كلام. هذا ايش وضعه لاصحابك؟ ممتاز. انت الان بين قضيتين، إيه؟ ترضي الله او ترضي الناس. يا سلام. عائشه رضي الله عنها ارسلت الى معاويه رضي الله عنه، قالت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وارضى الناس عنه، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس عليه. فلا بد ان نقدم رضا الله أكيد. تبارك وتعالى رضا الناس. الناس ما راح يرضون عنك صح ابدا. والقلوب بين اصبعين واصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاذا حرصنا على ارضاء الناس ولو اغضبنا الله سيغضب الناس علينا. فلذلك لا نهتم بهذه القضيه كثيرا، وهي ماذا سيقول الناس، فليقولوا ما يقولون. اكون متمسك على الصح والمبدا. ان عجزت، استحييت، جبنت كذا، أخرج. لا تبقى. أسحب نفسي من وكان. نعم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم. نعم، ما يصلح هذا. حلو. يا سلام. في وقتنا الحالي يا شيخ، كيف يكون الشخص أو الإنسان مع كل المغريات والمفاتن في هذا الزمان متمسك في دينه؟ إيش يقدر يسوي؟ ولا شك أن كلما كثرت الفتن كلما ضعف الإنسان، لكن أيضا هنا المسلم عليه أن يحارب، يقاوم، ما يستسلم لهذا الأمر. ففي هذا الزمان كثرت فيه الفتن، أيضا يعني كثر فيه العلم الحمد لله والناس تنورت، فأولا يبحث عن الصحبة الصالحة، دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب إليه، يزكي نفسه بقدر ما يستطيع بحيث أنه ما تؤثر في هذه الفتن، يبتعد عنها، لا يقترب من كالرعية راح حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يبتعد، يشغل نفسه بالخير، فإن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه الأمور إذا حرص عليها الإنسان فإنه بحول الله تبارك وتعالى سيتجنب هذه الفتن، إن لم يتجنبها كلها يتجنب أكثرها. يعني صحيح جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطير جدا، لكن الحمد لله فيه ضعف، يقول أنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره. من تساهل الناس الآن في قضايا البيوع وقضايا الربا، الناس كلها تريد أن تكون
يعني ذات مال وكذا وهذه، فتساهل الناس في هذا فأصابهم الربا وأصابهم غباره. الإنسان يتحرز قدر ما يستطيع والباقي على الله سبحانه وتعالى. هل ممكن يا شيخ أنه يكون هناك سيئة جارية نفس ما هو في حسنة جارية بعد الموت؟ ممكن، يعني من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. أنا ليش ربطت إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أنا ربطت الموضوع هذا وأنا والله خائف الصدق. نعم. خايف ان المقاطع والاشياء اللي سبق واني نزلتها في الماضي ممكن يكون فيها لعنه لا سمح الله، ولا يعني عاده سيئه كذا صارت. انا ما اذكر. من تاب تاب الله عليه. الحمد لله. طيب اللي يتوب ويغلط يتوب ويغلط يتوب ويغلط ايش يصير معه؟ اذا تاب يغفر الله له على كل توبه. على كل توبه. اللهم لك الحمد. اهم شيء يكون صادقا مع الله فالله يتوب عليه. طيب هل في دعاء معين بعد التوبه؟ هل في ابدا تسال الله الثبات وتكون صادقا في توبتك. اهم شيء النيه. اي نعم. الحمد لله. طيب شيخ عثمان أبيك توجه رسالة إلى كل شخص مؤثر يطالعك، إيش تقول له المسؤول هذا؟ والله أنا أقول يعني كل إنسان مؤثر وله أتباع أو له محبون أو كذا، اتق الله سبحانه وتعالى في محبيك وفي متابعيك، وأنك يعني أثر فيهم بالخير طالما أنه لك قبول عندهم. فضروري جدا أنك يعني تسعى في إيصال الخير لهم ولا يكون العكس وهو إيصال الشر لهم. كيف يوصل الشر طيب؟ يوصل الشر مثل ما تفضلت قبل قليل، يعني عن طريق بعض البرامج السيئة، عن طريق السماح بالأخطاء أو كذا. فالأصل أن يتقي الله تبارك في متابعيه وأن يناصحهم وأن يذكرهم بالله تبارك وتعالى. ليس بالضرورة يسوي لهم دروس، بس المهم يبقى في المباح، لا يتجاوز المباح إلى المكروه فضلا عن الحرام، فيتقي الله في متابعيه وحتى يشهدوا له بدل يشهدوا عليه كما قلت في البداية. لا إن شاء الله أنهم لهم. إن شاء الله أنهم لهم. الله أكبر الله أكبر. أبغى أجر. نعم. كيف؟ والله تبغى أجر يعني. عطني عادة يا شيخ. نعم. من اللحظة هذه من بعد المقطع هذا في كل مقطع أسويها، مثال الصلاة على النبي. شيء. مثلا الصلاة على النبي، مثلا ذكر كل يوم تعطيهم ذكر. إيه. أو كل ما دخلت تعطيهم ذكر والأذكار كثيرة جدا لله الحمد والمنة. حديث أو ذكر أو دعاء. يعني حديث أو ذكر أو دعاء طيب. تبدأ به حلقتك. إيه؟ ممتاز جدا. هذا أهم موضوع ممكن أني أبا أفتحه ولا ممكن أبدأ فيه. سم. موضوع يعني أحاول قدر المستطاع أن أثر فيه الصراحة. سم. ألا هو موضوع الصلاة. نعم. في ناس قريت يا جماعة، أنا غردت غيري طالعة أمامكم في تويتر وقلت فيها يا أخوان أنا بكون بإذن الله مع الشيخ عثمان الخميس، إيش تبون نتكلم عنه؟ نسبة كبيرة يا شيخ من الناس تقول أنا مشكلتي مع الصلاة، يا أما خشوع يا أما تكسير، يا أما أني مثلا أصلي صلاة واحدة أو أصلي صلوات اليوم وأسبوع أقطع، كيف ألتزم؟ كيف وأنا أصلي الخشوع يكون ثابت عندي طول الوقت؟ إيش الحل في الموضوع هذا؟ هو أولا يتذكر كل واحد منا أنه في كل يوم يموت. نحن إذا جئنا إلى فرشنا نقول بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فليتصور كل واحد منا أنه إذا مات أي إذا نام لم يستيقظ كيف يلقى الله تبارك وتعالى. لا أقول قريبا منها ولا شيء، لكن فيما لو واحد عنده اختبار هل يذهب هكذا غير مستعد لا يدرس لا شيء ثم يدخل له يلا عندكم اختبار، حتى ما يدري اختبار بأي مادة، هل يقبل هذا؟ ما يقبل هذا. كذلك الأمر هنا، أو يسافر بدون أن يستعد لا ينظر في السيارة فيها وقود، غير الزيت، استعد للسفر، شاف الكفرات واير كذا، هل استعد؟ لم يستعد. ما في أحد يفعل هذا الأمر إلا واحد يعني خلينا نقول معتوه أو ما شابه ذلك، لكن إنسان العاقل يستعد لما أمامه. هذا أمامنا حياة حقيقية، حياة الآخرة، كيف لا نستعد لها؟ فيهتم الإنسان بهذه القضية وهي قضية الاستعداد لليوم الآخر، أنه سيلاقي الله تبارك وتعالى. أن الحياة الدنيا ولا شيء بالنسبة للآخرة. الله تبارك وتعالى يقول وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني وإن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. هذه ليست حياة حقيقية، هذه حياة زائلة. فيستعد الإنسان للحياة الحقيقية فعلا الأبدية في الآخرة. هل القبر فيها حياة شيخ؟ والقبر فيه حياة، حياة برزخ تسمى، حياة البرزخ، حياة القبر، وهي أيضا مدة طويلة جدا مقارنة بهذه الدنيا. أقصر شيء وأحقر شيء هي الحياة الدنيا، ولا شيء أبدا مهما طالت. صح. حتى الحياة منغصة، مرض كبر، مرض زعل،
فقر، يعني حياة منغصة، مشاكلها كثير، مشاكلها كثيرة. وإذا الإنسان العاقل هو الذي يبحث عن الأفضل، والأفضل هي حياة الآخرة إذا كان طبعا مسلما تقيا. ثم كذلك بالنسبة للصلاة يكون له أصدقاء يذكرونه، والصاحب ساحب كما يقال، صحيح. طيب والمرء على دين خليله، فيكون هناك يعني مجموعة يتواعدون للصلاة، نذهب إلى المسجد، نلتقي في المسجد، صحبة مهمة. يكون له مثلا يحفظ في المسجد خمس آيات، يحضر درسا، يأمر أهله مثلا، يطلب منهم أن يوقظه إلى الصلاة، يذكرونه بالصلاة وكذا، حتى يكون قريبا من الله تبارك وتعالى، حتى يوفقه الله في هذه الدنيا. في النهاية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كلما قرب من الله أسعده الله في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العكس تماما. فأنا أنصح أبنائي حقيقة أن يهتموا بموضوع الصلاة خاصة. وأما الخشوع في الصلاة فمن أهم الأسباب التي يعني أذكرها الآن هو أن تأتي إلى الصلاة مبكرا، لا تخرج من اللعبة إلى الصلاة مباشرة، من موضوع إلى الصلاة مباشرة، لأنه ما زال الموضوع مو بصافي. ما زال. لكن لو الإنسان يذهب مبكرا، يصلي ركعتين، يقرأ له صفحتين من القرآن، يبدأ الذهن مهيئا للدخول إلى مناجاة الله تبارك وتعالى. هل في طرق أو أسباب تقدر تساعدني؟ يعني أنا أول بتكلم أنا عني أحمد، أنا أول يا جماعة وأنت صحيح لي يا شيخ، كانت عندي مشكلة في الخشوع، أكبر ويروح ذهني عالم ثاني، ولكن في أشياء سويتها غيرت. أبعطي مثال عليها وممكن أنت تكون أعلم مني فيها. أحد الأمثلة عليها أني صرت أنوع بقراءة السور، صرت أقرأ صور جديدة، أحفظ آيات وأقرأ صور جديدة، بحيث أن مخي يكون مركز في الآية الجاية إيش، وأبدأ أحاول أني ما أغلط فيها. الوضوء، أخشع في الوضوء في البداية وأكون متجهز نفسيا للصلاة. في بعض ممكن أساليب ثانية، هل في أشياء ممكن برضو تساعد في موضوع الخشوع في الصلاة؟ إيه طبعا، يعني تفهم الآيات التي تقرأها، تدبر، صح، أنك تقرأ آيات تعرف معناها. يعني أو إذا كنت ما تعرف تتعرف على معاني هذه الآيات. جميل. كما قلت التبكير إلى الصلاة، حضور صلاة الجماعة، لا يصلي منفردا، يصلي جماعة، هذه أيضا تعين. جميل. استشعر الأجر، كم سأخذ من الأجر فيما لو خشعت في صلاتي، وكم سيذهب علي من الأجر فيما لو لم أخشع. حلو. في صلاتي. يا سلام. كذلك يتذكر كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتي وأسوتي، وأنا أريد أن أتمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الألباني جميل جدا. حلو. صلاة النبي كما تراها. كذلك قضية الصلاة نفسها، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى في أثناء الصلاة، أن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه ويوفقه، يثبته، يجعله خاشعا في صلاته، يستشعر الأذكار التي يقولها في أثناء الصلاة. هي أسباب كثيرة جدا التي تعين الإنسان على خشوعه. أنا دائما أحرص أني أقول دائما في ركوعي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عادي أقول كذا؟ إيه، عادي أقول الكلام هذا؟ إيه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشعور بالخوف، كلمات قوية. إيه صحيح، هذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله، تهزني. فلذلك يعني يستشعر هذه الأشياء التي يقولها في جميل الصلاة. جميل جميل. فلعلها إن شاء الله تؤثر. تقدر تعيد لنا وش اللي ينقال بالركوع؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. هذه برضه في السجود. نعم، في الركوع، كله في الركوع. والسجود أقدر أقول نفسها؟ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، طيب اللهم اغفر لي، الأدعية السجود، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اغفر لي والدي، ربي وفقني في دنياي، في آخرتي، اللهم اسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم اسألك خير ما سألك ابن عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأدعية كثيرة جدا، كل ما تشتهي نفسك. اي نعم اي نعم، ادعي فيه. وحرص على أدعية الآخرة. اي والله اي والله والله. انا بعد مشكلتي اني اركز في أدعية الدنيا احيانا وانسى الآخرة. بالنسبة يا شيخ للشخص اللي يحس ان ذنوبه كثيرة، وان يعني ايش الفائدة؟ انا هل اصلي، هل اصلي صلاة وانقطع؟ ايش وضع هذا الانسان؟ هذا من الشيطان، الانسان يوسوس للشيطان هكذا، ذنوبك كثيرة، مالك توبة، انت ما تستحي، انت كذا، انت اصلا داش النار داش النار، فلماذا تفعل؟ هذا كله كلام من الشيطان، هذا وساوس الشيطان. بل الانسان دائما يراجع نفسه ويتوب الى الله تبارك وتعالى. وما اجمل ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اني اذنبت ذنبا اللهم اغفر لي،
فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني ذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. فالإنسان يستمر بالتوبة والله يغفر سبحانه وتعالى. يا سلام يا سلام. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. الله يجزاك الخير. يبارك فيك ويجزاك الخير. والله لو ما عندي رحلة وأدري إن ما عندك شغل ودي ما أطلع أبي بس أجلس أسمع. الله يحفظك. أبيك تسولف وتقول وأنا بس. متى رحلتك؟ رحلتي الساعة 3. لا إله إلا الله. فاحنا الآن بالكويت يا جماعة فوالله جيت فقط عشان الموضوع هذا والحمد لله يعني إن شاء الله أنكم استفدتوا. الله يحفظك الله يحفظك. شرفتني. الله يبارك فيك الله يجزاك خير الله يحفظك. داخليا لازم تعرف ان الكلام هذا ليس مجامله الله يحفظك انما حقيقه. انا مبسوط وسعيد في داخلي لاني قابلت الله يجزاك خير يبارك فيك. اشكرك على كل اللي قدمته وشكرا كلامك الطيب والله مرحب. يعني الله يحفظك ويبارك فيكم ينفع بكم وينفع باللي متى يتابعونك واسال الله يوفقهم جميعا. اللهم امين. وهذا سلام مني لهم جميعا الله يحفظك. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه الحلقه هذه. نشكركم على حسن المتابعه، اتمنى انكم استمتعتوا. ما بنطلب منكم لا لايك ولا بنطلب منكم اشتراك، بنطلب منكم صلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا. ودعناكم رب العباد. روابط حسابات الشيخ تحصلونها تحت، تابعوه اذا تبون الخير والفائده. الله يسعدكم وفي امان الكريم. ودعتكم رب العباد والله يسعدكم على 6 مليون يا جماعه. سلام عليكم.